أنا سعيد لوجود زوجتي ليزا بيفير اليوم وسنقدم بعض الأسئلة والأجوبة عن البرية لدينا أسئلة رائعة نعم صحيح؟ وأنا أرتدي نظارتي لأنني سأستجوبك سأسألك أسئلة صعبة للغاية أنت تبدين كالمديرة اليوم أشعر أني في وضع رسمي حسنا حسنا أولا أردت أن أقول شكرا نحن نحب أن نسمع منكم نحب أسئلتكم وأراءكم إنها مفيدة جدا نعم وأنا سعيدة للغاية لذا انضممت إليكم دروسكم مذهلة، أولاً، جون، كيف تعرف أنك دخلت في برية؟ كيف تعرف ذلك؟ حسناً، البرية هي حين يعطينا الله ما نحتاجه، وليس ما نريده، والجانب الآخر منها لأن البرية موضوع كبير يا ليزا، كل شخص مختلف، صحيح؟ بالنسبة لرجال الكتاب المقدس كانوا في صحراء في أرض جافة، لكن بريتنا في نفوسنا، و احب ان اصفها هكذا حين يبدو الله على بعد ملايين الاميال حضوره المحسوس ووعوده التي وعدك بها تبدو ابعد من هذا هذا ليس وقتا يرفضك فيه ويركنك على الرف بل وقت يجهزك فيه لتدخل وعدا وعدك به لنعد الى ما قلته في البدايه قلت ان الله وقتها يعطينا ما نحتاجه وليس ما نريده صحيح لكن الكتاب يقول الله يسدد احتياجاتنا واحيانا لا يعطينا رغباتنا، إذا أنت لا تقصد أنه إن لم أحصل على ما أريده، إذا فأنا في برية. لا، ليس بالضرورة صحيحا، لكن هذه، نعم، علامة على أنني في برية. كان يعطيهم خبزهم، لديهم من؟ احتياجاتهم. لكن أكلوا نفس الأكل أربعين عاما، ورأوا نفس المناظر أربعين عاما، كما ارتدوا نفس الثياب أيضا. أطعمهم، لم يناموا جوع أبدا، لكن لم يحصلوا أبدا على رغباتهم. لهذا كانوا منبهرين حين قال لهم: سأعطيكم أرضا خصبة فيها أنهار ووديان وحقول مثمرة، فلم يروا مثل هذا الشيء منذ سنين. إذاً هل ترى أنه يمكن أن نقول أن البرية تساعد على خلق شهية لشيء؟ أؤمن بهذا. حسناً. لكن هدف الله الأول والأهم في تلك البرية خلق شهية له هو. بالتأكيد. ولكي يدخل الى امر ممتع لانه وعدنا وهو يريد ان يباركنا لكنه مهتم بشخصيتنا اكثر من راحتنا الحاليه اتذكر انك اعتدت ان تقول لماذا نريد ارض الموعد بدون الواعد نعم. كنت دائما اشعر ان البريه حين نكتشف ان رغبتنا الاساسيه اول ما نريده نعم. هو الواعد وليس الوعود انا لم اتحدث عن هذا الامر في الدروس السابقه لذا اريد ان اسهب فيه قليلا انا مذهول جدا من موسى هذا الرجل تربى في اغنى دوله في العالم تخيلي بيته كان على الاغلب اجمل بيت على الكوكب كله افضل طعام يفعل ما يشاء يمكنه ان يواعد اي فتاه في المدينه كلها لم يكن هناك اي شيء يريده ولا يمكنه الحصول عليه صحيح لكن موسى عندما ترك مصر لم يقل ولا مرة كنت في حال افضل في مصر اريد ان اعود الى هناك وهو في نفس الظروف اما الشعب الذين تربوا في الاكواخ ياكلون البقايا ولا يجدون ملابس جيدة لكن كان لديهم كراث وبصل هناك كراث وبصل صحيح؟ نعم كانوا عبيدا صحيح لكنهم خرجوا من مصر ودائما يقولون نريد ان نعود والان ما الفرق؟ الفرق هو ان موسى تقابل مع الله وجها لوجه هناك لذا عندما أخرج إسرائيل أخذهم مباشرة إلى ذلك الجبل لأنه أرادهم أن يختبروا ما اختبره لكن عندما نزل الله من الجبل هربوا قالوا لا نريد هذا أن تتحدث مع الله وقل لنا ما يقوله فنفعله لهذا السبب بعدها حين قال الله لموسى أتعلم خروج 33 اذهب خذ أرض الموعد سأرسل معك ملاكا مختارا لكنني لن أذهب حضوري لن يذهب فقال موسى لا يمكن إن قيل هذا لإسرائيل كانوا سيذهبون نعم إن كانوا فضلوا مصر بدون الله سيرضون أن يذهبوا إلى أرض الموعد الخصبة مع ملاك صحيح موسى مع قال ملاك. إن لم يسر وجهك أمامنا لا تصعدنا منها هنا وها هنا كان جافاً وبلا أي رخاء أحب هذا حسناً دعنا نجعل هذا الأمر شخصياً جون ماذا تعلمت في موسم بريتك؟ تعلمت في موسم بريتي أن الخدمه والوعود التي وعدني بها ليست الاساس اكتشفت ان الاساس هو حضوره لانني كنت مشتاقا لحضوره حتى انه حين كان يظهر ذاته احيانا ادرك ان هذه شهوه قلبي وانا ممتن لانه فعل ذلك لانني رايت كثيرين يدخلون الخدمه او دعوتهم سواء كانت في سوق العمل او في التعليم ويجعلونها صنما بمعنى اخر تصبح اكثر اهميه لهم منه لهذا السبب تحدث المآسي التي نراها في الخدمة وفي العائلات وفي سوق العمل وفي التعليم وفي الصحة لأنهم لم يعرفوا أن رغبتهم الأولى والأساسية إن كانوا مؤمنين هي الوجود في محضره جائزة نعم بالتأكيد كنت أفكر كيف أن يسوع في كل مرة وهو في البرية حيث كان صائما وبدون أصدقاء ووحده وجاء الشيطان وقت ضعفه واستمر يجربه بامور تبدو وكانها ستشبعه لكنه ظل يقول مكتوب 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 واوضح بشده اننا نعيش فقط بكلمه الله نحن لا نعيش بالخبز وحده واستمر يؤكد فكره ان الله وحده هو الاحتياج احب هذا هكذا يجب ان نضبط قلوبنا في ذلك الوقت وهذا ايضا يتحدث عن ما يجب ان نستند عليه كيف نضبط قلوبنا وعلى ما نستند أيضا حين أنظر إلى برية داوود كانت قاسية جدا لم يكن يعيش في الصحاري فقط بل كان هناك ملك قوي بجيش قوي يحاولون قتله صحيح؟ كما أنني أرى أنه ليس ملكا قويا فقط بل هو مثل أب يخرج ويحاول قتله نعم. هذا مدمر نعم كما أعتقد أن كثيرين يمكن أن يرجعوا لننسى كلمة مثل أب كان أبا كان داود يناديه قائلا يا أبي نعم شاول كان أبا تعلمين نعم صحيح لم يكن فقط ملكا كان يمثل كان أباه أباً روحيا وسلطة السلطة نعم والعلاقة الأقوى كانت البنوة إذا لدينا أب وملك عاش في القصر وابنة الملك كانت زوجته. هذا أبي نعم إذا كيف نضبط قلبنا. هذا يبدو صعبا. سنشعر أننا ضحية ومرفوضون وأن الناس لا يفهموننا ويشوهوننا. فكيف إذا؟ إن أجمل شيء فيما يخص داود هو ما نراه في تجربة بريته في المزامير إذ قال داود جملة في سفر المزامير جعلت الرب أمامي في كل حين جعلت المقصود بها ضبطت. إن كان مكيف الهواء مضبوطا على 24 والحرارة ارتفعت جدا في الخارج مكيف الهواء سيحافظ على حرارة غرفتنا مضبوطة على 24 إن فتحت الباب تزداد قليلا أغلقه فيعيدها إلى 24 ما يقصده داود نعم علي أن أعتني بظروفي يجب أن أجد وسادة بدل الحجر الليلة وأن أجد كهفا أبيت فيه الليلة سأفعل هذا لكن حين يهدأ ذهني سأعود إلى قلب المضبوط عليه لهذا يقول إلهي أنت يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة ويقول اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي لأرى جماله على السكن في خيام الأشرار ضبط داود قلبه ونفسه بشكل صحيح في البرية أتعلم أحببت حين كنت أكتب آدمنت كيف كان داود دائما يقول يا رب أنت صخرتي كما قال أيضا أنت ملجأ الحصين أنت ملاذي في أرض مجاعة وفي أرض احتياج كان هو الصخر الذي يتبع داود وقد تبع موسى وبني إسرائيل في البرية ثم سعى داود وراء تلك الصخرة التي كانت أعلى طوال الوقت هذا جميل يا ليزا لما يصمت الله في البرية؟ هو يصمت لنكن صادقين وقد كتب إشعياء في إشعياء 45 أنت إله محتجب لماذا يحتجب ليعاقبنا؟ لا ليتخلى عنا؟ لا ليجيعنا له في سفر نشيد الأنشاد يأتي الحبيب إلى الباب يطرق وهي تتأخر قليلا ربما لا تأخذه على محمل له. الجد غسلت رجلي نعم لا تأخذه على محمل صحوما. الجد وحين أتت أخيرا لم يكن هناك فبحثت عنه في كل مكان هل رأيتن حبيبي؟ هكذا يفعل الله يعلم أننا نعيش في الجسد تشتري سيارة اليوم أسبوعين ويصبح خبرا قديما نعيش في الجسد صحيح؟ لكن ما يقوله الله هو أنا أريد أن أصل لقلبك، ما أريده هو أن تكون شهوات قلبك أقوى من شهوات جسدك. نعم فكري لو ظل الله يباركنا من الخارج في حواسنا يوما بعد يوم سنظل أطفالا في الإيمان. يقول الله أريد أن أنهض إنسانك الداخلي، إنسانك الداخلي، لتطلبني لأنك حين تطلبني سوف تجد شبعك الحقيقي. لا يفعل هذا ليقسو لا يفعل هذا ليضايقنا يفعله ليفيدنا أتعلم أتذكر أنني كنت أحاول أن أكتشف ماذا يفعل الله بالبرية إنها بالنسبة لي فترة صمت فترة فاصل يستعد فيه جميل. الله لوضع مرحلة هذا. جديدة أوه. لك إذا هذا وقت صمت على جيد. الرحل نعم. تعليق من أحد كتبي نعم. إذا فترة صمت يقول فيها الله كأن لا شيء يحدث الستائر منسدلة في حياتك لا ترى ما يحدث لا تسمع ما يحدث لكنها مرحلة أعداد للموسم التالي أحب أنه سيستخدم هذه الفترة ليختبرنا وأيضا ليخصص شيئا مذهلا لمستقبلك تذكرت حين ذهبنا أنا وأنت وصوفي لعرض كسرة البندق منذ شهرين أتذكر أنهم أغلقوا الستار وفجأة حين انفتحت مجددا كان الأمر وكأن سحرا قد حدث واو واو! أصبحنا في مكان مختلف تماما. بالفعل، نعم. حسنا. كان جميلا. إذا هل المآسي والبرية هما نفس الشيء؟ لا. المأساة ربما كانتا، لكن دائما كاحتمال لا. حسنا. إذا دعونا ننظر ما للأمر ما بينهما؟ هناك خط فاصل. وقال يسوع السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. في العالم سيكون لكم ضيق. لماذا؟ لأنه هو إله هذا العالم. قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل البرية لا تعني الله يقول ستمرون بمأساة سأعلمكم منها بل تعني أنه سيقول سأوصلكم إلى حيث سوف أجعلكم تعرفون أنكم لا تعيشون بالخبز وحده ولا بهذا العالم تعيشون بكلمات فمي هذا هو ما قاله لبني إسرائيل في البرية وما قاله يسوع لإبليس ليس بالخبز وحده يحيا الانسان، لا تحاول أن تربطني بهذا العالم، أعرف أنني أجوع لكنني لن أستخدم قوة الله لأشبع جسدي، الله سيهتم بي، وبالفعل أرسل الله ملائكة بعد التجربة وأطعموه، تخيلي؟ لكن هدف الله الأساسي هو أن يجعلنا نفهم رغبتنا الحقيقية، نحن منفصلون بالتبع نحن بالتبع كبشر بالتبع كثيرة. جسدنا يعتم نظرنا الضوضاء الخارجية نحن لا نعرف ما نريده حقا لا نعرف ما نريده الذي سيشبعنا هو أن نكون, أن نكون في محضره نسمع كلامه فكري في السيرافيم الموجودين هناك بجانب عرشه يصرخون قدوس قدوس عملنا منها ترنيمة والناس يتثاءبون وهم يرنمونها الترنيمة جميلة. 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 لكن جيل الألفية شاهدتهم يقولون حسنا إنها جميلة حسنا سيعيدونها آه. على أي حال لم يقولوا نقول هذا منذ عشرة تريليون عام لنأخذ استراحة لنرى جزءا آخر من نعم. الكون لا يريدون أن يذهبوا لأنه لا يوجد أبدا في كل الخليقة ما هو أفضل من الوجود في محضر خالقنا؟ أشعر أنك لم تتعمق في موضوع المأساة، إذا المأساة حسنا المأساة،, المأساة حسنا هذا ما أشعر به تجاه المأسي يستخدم الله المأسي يمكن أن أقول الله عادة لا يصنع الله لا يصنع إن المأسي إنه لا. أبدا أبدا صحيح أنه لا يصنع نعم. المأساة لكنه يستخدمها وأحيانا ما نظن أنه مأساة يكون في الواقع بداية جديدة أتذكر ما ظننت أنه كان مأساة في العلاقات وقال الله انا اريد ان اخرجك من تلك العلاقه لانني ادخلك موسم وحده كان من الممكن ان اختار ان اراها فتره انا فيها وحيده ومرفوضه لكن الله قال لا احضرك الي لذا اعتقد ان الله يستخدم الماساه الماساه تنطبق على امور كثيره نعم. لذلك يجب الكثير من الناس يظنون أن موت طفل أو السرطان أو أمور كهذه، هل هي هل هذه الأمور هي والبريه نفس لا. الشيء؟ لكن لكن الله, الله سيستخدم دائماً كل شده نمر فيها يمكنه نعم, نعم. سيحمينا ويستخدمها لينمينا بالتأكيد هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزيه؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيبير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانا اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموعة برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org إذن لنقل أن أحدهم في فترة برية وهو يشعر بفراغ شديد وجفاف شديد في نفسه وكأنه في تلك الصيانة اليومية كيف حين تكون في مثل هذا الموسم الصحراوي الفارغ كيف تحافظ على علاقاتك مع الناس؟ حسناً تفعل؟ يكونون فارغين صحيح في الواقع أنا لم أغطي هذا الأمر جيداً في الدروس لكن تعلمين عندما كنت فارغاً جداً في تلك الفترة عندما كنت راعي الشباب وانتقل لمسجر انترناشونال فتره الانتقال بينهما ذات يوم وانا اصلي اراني الله انه لكي تتجدد الزقاق يجب ان تفرغ الوعاء تماما الى اخر نقطه خمر والخمر يرمز لحضور الله الملموس وتذكر انني في رؤيا رايتها رايت يدا تقلب زقاق الخمر الى ان فرغ تماما وهذا ما ركز عليه الروح كيف كنت تعلمني في ذلك الوقت نعم ساقول هذا ساصل الى هذا حالا اذا يخلق هذا الامر جوعا شديدا للسعي لطلب الله او جوعا شديدا لتغذيه جسدي سافعل احدهما لاملا هذا الفراغ حسنا وانا في تلك الفتره ما هو التصرف الصحيح انه البحث عن الله سينتهي بك الحال تبحث عن الله أكثر حتى إن كنت لا تحصل على استجابات سريعة ويكون الحضور الملموس سهلا يقلق هذا بحثا لكن الأمر الثاني المهم جدا هو أن تعطي الناس بطريقة هادفة صحيح بتعبير آخر كيف تعطي وأنت التجربة وأنت فارغ؟ هي سأشفق على نفسي سأركز على نفسي وقد ركزت في درس الأمس على من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل تلك الفترة المرعبة التي كان يمر بها. حين نستمر في خدمة الناس قبل أنفسنا، نستطيع أن نبعد تفكيرنا عن أنفسنا وعما نشعر به الآن. أؤمن أنه من أهم الأمور التي يجب أن نفعلها كمؤمنين في هذا العالم أن نضبط قلوبنا لخدمة سواء الله أو الآخرين. إن فعلنا هذا سنظل أصحاء جون أنا أتذكر حين كنت في موسم برية بالنسبة لي في زواجنا وكنت نعم. أصرخ أتذكر. في ذلك الوقت وأقول يا رب أنا أشعر أنني في مجاعة صعبة أشعر بفراغ كبير لا أشعر مهم. بذلك الحب الذي أردت أن أشعر بأنني آخذه منك أتذكر جيدا أن الله قال لي قولي إنني أكفيك نعم وهكذا عندما بدأت أرنم يجب أن أقدم شيئا عمليا نعم. يمكنك أن تقول خدمه لكن لم يكن لديك شيء حي فيك لا يمكن أن تخدم حين بدأت أقول أنت تكفيني أنت تكفيني وأرنم في البرية وصلت لمرحلة كان فيها الله أكثر ما يكفيني وعندئذ أصبح لدي ما يكفي لأعطي تلك كانت إجابتي الأولى نعم. نحن نطلب الله أكثر مما نعم. لو لم نكن في برية إن عدت إلى البرية في حياتي، ذلك الوقت الحقيقي الذي كنت أخرج فيه، سواء كنت في مكان خلاء أو أمام كتابي في مكتبي، الوقت الذي قضيته في طلب الله أكثر من عندما كنت في المكان المثمر من منطقة ذلك الموسم الذي دعاني إليه. ونحن له. مختلفان، طلب الله بالنسبة لي مختلف عن العبادة، العبادة حين أفعلها، نعم. سواء نعم. أراه أم لا، لذا نعم. أعتقد أن هذه أداة أخرى، الناس يقرؤون الكلمة، يعلنون الوعود، يطلبون وجهه، لكنه يختبئ في وقت، وقتها أرنم لأخرج من البرية وأقول له من هو، بالنسبة لي مثلما فعل داود من قبل. حسنا، سؤال رائع هنا، هل البرية جزء من خطة الله؟ أم أننا يمكن أن نتحشاها؟ بالطبع بدون أدنى شك. نتحاشاها؟ لا، أوه. إنها جزء من خطة الله سيء. لحياتنا. إن لم نرد القرب منه، ولا أن نتمم ما دعانا لنفعله، إذا بطبيعة الحال سنحاول أن نخرج من كل برية ولم لم أقل هذا، ليس عليك أن تبحثي عن برية. لا سيقودك الروح. كما قلت أتى يسوع واعتمد، أيده الله أمام الجميع، ولم يخرج على المواقع ويقول لنجتمع في أورشليم ونقوم بحملة كبيرة. لكن في الحال قاده الروح إلى البرية ليجرب من الشيطان أربعين يوما. والله لن يسمح لنا بامتحان لم يعطينا القدرة على أن ننجح فيه. وأنا أحب هذا الوعد جدا. لكن أم إنها جزء من خطة الله لنا لكي ننمو ونقترب منه. لذا الأمر الذي يحمسني في هذه الدورة هو أنها ستساعد الناس يدركونها لكي لا يشعروا بالرفض. ولا بالهجر بل بالحري يتحمسون لها قلت إنني حين ذهبت للجيم لم أرى أحدا يبكي هناك لأن عليه أن يرفع المزيد من الأوزان لكنه يتحمس يعرف النتيجة يرى السرور الموضوع أمامه عضلات أكبر عضلات أقوى صدرا أكبر هذا هو السرور الموضوع أمامه هذا نموذج طبيعي وهذا ما آمل أن تفعله هذه الدورة أن ترسم رؤيا لكل واحد ممن يدرسون هذه الدورة ليرى أنه على الجانب الآخر من البرية تحقيق وعد علاقة أقوى مع يسوع والآن إن كنت أنا في منتصف مثل هذه البرية وهناك ملك يلاحقني ومعه جيش وأنام على وسادة فقط لا أنام على وسادة أتحدث عن داود الآن صحيح لا يبدو أبدا أنني سأحصل على راحة من ظروفي أكيد. الله يريد هذا لا يريد أن يمنحنا أي شيء في عالمنا المادي أو الأمور المحيطة بنا فرحاً، لأنه يحاول أن يقول أنا أرقيك حتى حين أعطيك هذا تتعامل بشكل صحيح. سأكرر هذا مر داود بسنين برية، شاول ولا لحظة. نعم. شاول كان لديه تواضع زائف. نحن نتواضع في البرية. داود خرج بتواضع حقيقي، أما شاول فزائف. اختبأ بين الأمتعة لم يرد الملك. لكن بعد أول انتصار بنى تمثالا لنفسه ثم أراد أن يفعل ما منعه الله هذا ما يحمينا الله منه أحب هذا إذا شاول كان قائدا متزعزعا نعم. وداود كان قائدا واثقا ليس في نفسه بل في نعم. الله سأقوم بعمل ملخص سريع هل البرية جزء من خطة الله مما تقوله نعم إن كان دائما جزءا من الخطة إن أردت أن تعرف الله وتخرج منها أقوى لا تحاول أن تهرب سر فيها اذا كيف تعرف انك دخلت في بدايه النهايه لفتره البريه تسوء اكثر فتعلم اذا هل, هل اخبرتهم قصه العشب نعم حكيتها نعم، نعم، ليزا لم أتذكر. تكن معنا في التسجيل امس لكنني نعم ما حكيتها أتذكر لهم أتذكر حين عدت اخبرتك نعم اذكر رد فعلك لم يعجبني الخبر لي. ابدا لكن بالنسبه لداود بدا الامر صعبا جدا ومع الوقت اصبح الامر اصعب واخر عامين في تجربه داود كان الوضع لا يحتمل فمثلا انظري الى ما حدث مع عماليق وما فعلوه في صقلغ خطفوا زوجات داوود ورجاله استعدوا للانقلاب عليه هذا اسوا شيء يمكن تخيله يعيش في الصحراء سنينا معه ستمائه رجل وهم اخر اصدقاء له على الكوكب كله والان ينقلبون عليه وسوف يرجمونه بسبب قراره لكنه بدأ يشجع نفسه بالرب ويقوي نفسه بالرب وبعدها بيومين فقط أصبح داود ملك حبرون يومين فقط ويسوع ساءت أموره في النهاية. بالتأكيد نعم. أؤمن أن الكتاب لم يذكر ما حدث في الأربعين يوما. بل ذكر فقط أسوأ وقت. أي آخر ثلاثة. إذا نظرت لهذا وفهمتيه انا اتذكر الان رساله كنت قد قدمتها منذ سنوات اكبر هجمه على حصادك تاتي قبل الحصاد مباشره هل تذكرين حين زرعنا طماطم نعم. في فلوريدا كانت جميله جدا وكنا متحمسين بقي اسبوع على الحصاد ثم ذهبنا في رحله لثلاثه ايام واذا بجراد نطاط بهذا الحجم كان كل الطماطم التي زرعناها نعم. وهنا اراني الله ان اكبر هجمه على الحصاد لان نعم. العدو قبل... يريد الحصاد لا يريد أن يزرعه ولا أن يعتني به دا. يريد أن يسرقه. ودعيني أعطيك مثالا آخر. كان إرميا قد وصل إلى حالة الإنهاك الشديد من بريته. فقال يا رب لماذا؟ لماذا تبدو وكأنك تخونني صحيح؟ دا. فقال له يا إرميا إن جريت مع المشاة فأتعبوك فكيف تباري الخيل كيف تبرئها؟ كان الله يقصد ابتهج إرميا. سوف يسوء الأمر أكثر. إذن. صحيح. حين نشعر باننا لا نستطيع ان نخطو ولا خطوه اخرى هذا ما حدث معي عن اختبار اتذكر هذا انا ايضا حينها قلت يا رب انت امين لم استطع ان اقول غير انت امين وبعد ذلك بايام قليله فقط تدفقت الحياه وبهذا نعرف اننا نخرج من البريه تتفجر ينابيع حياه وينفتح الستار ونرى المشهد الجديد قبل ان انتقل للسؤال التالي اريد ان أسلط الضوء على امر حين ساء الامر فقط قلت يا رب انت امين واعتقد انك وجدت مخرجاً بكلامك هذا لان امانه الله هي بمثابه كل ما يمكن اكله انه خبزك اليومي انه ماؤك نهر الامانه انه المن حسنا السؤال التالي عظيم ماذا تفعل لو كنت قد انجبت اسماعيل بالفعل هذا شيء حدث معك وكان يعيش معك في بيتك ماذا تفعل في هذا الموقف اعطيه قاروره ماء وخبزا وارسله في الصحراء انا امزح اهتم به إن كان شيئا يمكنك أن تقتليه دون أن يتأذى شخص ما اقتليه. بمعنى إذن آخر لحظة واحدة اسماعيل لن يكون شخصا أريد أن أوضح هذا لا كنت على وشك شرح هذا نحن أنجبنا خدمة بيفير هذا اسماعيل أنت أنجبت أنا أنجبت أنت أنجبتها. خدمة بيفير محاولا أن أحقق وعد الله لحياتنا بمجهودي الشخصي طبعت الكل وأرسلته و... للعنوان الخطأ قال الله اقتله صحيح؟ نعم دعينا نقول انني فعلت شيئا ما يؤثر الان على شخص اخر او مجموعه من الاشخاص وانجبت هذا النوع من اسماعيل صحيح. الان يجب ان اهتم باسماعيل ابراهيم كان عليه ان يهتم بالوضع الذي صار ولذلك لا يمكن ان ما لا اريد ان يقوله الناس هو تزوجت الشخص الخطا ساطلقه واتزوج بغيره هذا خطا تماما حسنا انت متزوجه استمري سيبارك الله هذا الزواج إن احترمت ذلك العهد. تعلمين؟ لا تفعلي هذا الأمر وإلا سيكون لك زوج إسماعيل هنا وزوج إسحاق هناك. لا تبدأي هذا حتى. هذا سيدمر ويخرب الأطفال وزوجك هذا يفعلون هذا. حسنا، نعم هذا صحيح إذن في الواقع الرجال يفعلون ذلك أكثر جدا من النساء. هذا عظيم. كنت أكلم أمي على الهاتف هذا الصباح وقلت لها تدمرني رؤية... ما يحدث حين لا يكون الآباء آباء؟ أكثر من الأمهات؟ فقالت نعم، فقلت: حين لا يكون الآباء آباء، تفسد حياة الأطفال تمامًا. نعم، هذا يكسر الارتباط. الله يصلحه. نعم، حسنًا، سؤال رائع، كيف نعرف أننا متجهون إلى موسم الخمر الجديدة؟ هذا أمل موسم الخمر الجديدة. الخمر الجديدة. نعم كيف نعرف أنت قلت في آخر البرية تصبح تصبح أسوأ لا تحتمل. لكن ما أريد أن أعرفه أنت تكلمت منذ قليل عن الخمر الجديدة كيف أعرف أنني أدخل في موسم الخمر الجديدة ما هي المؤشرات وعد الله أنه سيكون دائما هناك أرض الموعد على الجانب الآخر من البرية هذا وعده إن تعاملنا مع البرية بطريقة صحيحة بمعنى أننا لا نتذمر ولا نرتكب الخطية ولا نخضع للإغواء نثبت عيوننا عليه ونغذي نفوسنا دائما على كلمته أكثر من طعامنا أحب ما قاله يعقوب عن أيوب رأيتم عاقبة الرب النهاية ما هي أن يباركه بالضعف نعم هذا جيد. اسمعوني إن كنت في صحراء توجد أرض موعد لكن إن أطعت ما قدم لك من كلمة الله في هذه الدورة الخمر الجديدة، الوعد قادم، أرض الموعد قادمة، أكيد إنه أمين، لن يأتي بك إلى آخر هذا الموسم بدون فائدة إن كنت أمينا. نعم، أحب هذا وأعتقد أنك أشرت إلى موسم فيه تتجه إلى خمر جديدة حين تجف القديمة. نعم, نعم. تفرغ نعم. تفرغ. حسنا، لنتعلم ممن ينجحون في البرية. وليس هناك مثل نجاح يسوع كيف كان مثالا لنا في البرية لا أعتقد أنه بالصدفة كتب عن هذا الأمر في إنجيل لوقا وفي إنجيل متى وأعتقد في مرقس أيضا إن لم أكن مخطئا لكن لقد استخدم كلمة الله المكتوبة ليحارب الإغراءات لعصيان الله نعم قال له مكتوب و... يجب أن نعرف المكتوب وأنا أريد أن يسمع كل طلبتنا هذا الكلام جيداً لم يقل يا رب ارجوك اطرد الشيطان بل تحدث مباشره الى الشيطان لا نستخدم السيف مع الله نستخدم السيف مع العدو من هو العدو العدو هو روح هذا الزمان هو روح العالم نتحدث اليه مباشره نقول له مكتوب سيسدد الله احتياجاتي نقول له مكتوب بجلة يسوع المسيح أنا شفيت وعادت صحتي مكتوب مكتوب يسوع حكمتي لدي حكمة الله أيا كان الوضع ستجد كلاما في كلمة الله يتحدث إلى هذا الوضع أتذكر يا جون بينما كنت تتحدث تذكرت أنه في بداية زواجنا كانت المشاكل كثيرة استيقظنا ذات يوم وجدنا شباك سيارة منفجرة من الحرارة وكان منسورا على المقعد الأمامي والإطار. والإطار والمولد توقف لم يكن معنا مالا لناكل في الخارج ولا وقودا لنعود للبيت نعم. ونتغدى هناك كل هذا واتذكر انك كنت تعمل في روكويل وانا اعمل في الكنيسه واتصلت بك وكنت ابكي واقول ما الذي يحدث وكنت تتحدث على الهاتف وكان روح الله ظلل كلا منا وهل تذكر حين قال لنا انا لست من يقف بينكما وبين احتياجكم وقال يجب ان تكلموا العدو لأننا كنا نسأل الله لماذا تفعل ذلك؟ نحن ندفع العشور وكل شيء تغير بدأنا نتكلم تكلمنا بكلمة الله ولم نقل لله لماذا لا تفعل ذلك؟ نحن ندفع العشور قلنا نحن أولاد الله العلي نحن نلوم المفترس في اسم يسوع ولا آلة صورت ضدنا ستنجح كل لسان يعلو ضدنا وبدأنا نتكلم بكلمة الله وأتذكر أن كل شيء تغير حين توقفنا عن رؤية الله كمسؤول. نعم. وبدأنا نرى الله كالشخص الذي يسدد احتياجاتنا، لكن العدو هو من يمنع. هذا سؤال رائع. يقول أن أحد تعريفاتك الأساسية للوجود في البرية هو فقدان الشخص لحضور الله المحسوس. هل هذا يعني أنه حين نكون في البرية لن نشعر بحضوره؟ لا إطلاقا. أحيانا في بعض الأوقات يأتي الله إليك ويعطيك واحةً. حسناً، هل تذكرين بني إسرائيل حين أتوا إلى إيليم وكان هناك نخيل وينابيع؟ هناك أوقات إنعاش. الله يعرف متى نحتاجها ويعيدنا مجدداً. إذا الإجابة نعم، الإجابة هي نعم. أتذكر أنه في أوقات كان حضوره قوياً. على فترات بعيدة عندما نعم، كنت في تلك البلدة فترات البرية. مميزة جدا فترات مميزة جدا هذا عظيم، حسنا هذه كانت أسئلة وأجوبة مثيرة للتفكير هذا شرف لي شكرا لسماحك لي بأن أرتدي نظارتي وأن أستشعر نظارتك كان شرفا حقيقيا لي أن تطرحي علي هذه الأسئلة لأنني أقدرك كما أنني أراك كصوت رائد في جسد المسيح ليس للنساء فقط بل لنا أيضا أشكرك يا ليزا من كل قلبي حسناً أتعرف؟ إن لم تكن أنت زوجي الذي أمر بحياة لي في الصحراء في بعض براري حياتي، لم أكن سأجلس هنا معك اليوم، لذا شكراً على ذلك. أحبكِ.